يبدو أن إفلاسا محققا بات ينتظر القناتين الأولى والثانية المغربية بعد اقتراب إطلاق مجموعة إنبيسي السعودية لقناتها الجديدة الخاصة بالمغرب العربي. القناة الجديدة التي تحمل اسم إنبيسي 5 ستشرع رسميا في بث برامجها يوم السبت القادم، حيث تم تحضير عدد من البرامج الترفيهية والحوارية التي ينشطها إعلاميون مغاربة معروفون جدا. كما شرعت القناة في إنتاج أعمال من بطولة نجوم الدراما والسينما المغربية، إلا أن الضربة التي ستقضي على قناتين العموميتين هو إقدام إنبيسي على شراء حقوق بث أحدث المسلسلات التركية مدبلجة إلى الدارجة المغربية، وهي النقطة الوحيدة التي كانت تنعش مالية دوزيم المفلسة منذ سنوات، مما يعني أن ملايير سوق الإشهار بالمغرب ستستحوذ عليها المجموعة السعودية بكل تأكيد. قوتنا وحدة. 21 شتنبر. قوتنا وحدة. 21 شتنبر. لأول مرة مساء يوم السبت 21 شتنبر سينطلق البث الفضائي لإم بي سي 5 مع عرض أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج The Voice، وتعتبر هذه القناة فرصة فريدة لمجموعة من الفنانين المغاربة لخوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة، كالفنانة نجاة عتابو والفنان عبد الفتاح جريني وجميل البدوي. وعلاقة بالموضوع، هذه لائحة البرامج والمسلسلات التي ستعرض. الدار داركم برنامج كوميدي تمثيلي يستضيف عددا من أبرز النجوم في المغرب العربي، من تقديم الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي. جوابك ذهب برنامج مسابقات مسرح الشارع المغاربي يقدم جوائز من ذهب للفائزين، من تقديم الممثل الشاب مراد العشابي. أسرار النساء فكاهي اجتماعي يتمحور حول حياة وأسرار مجموعة من الصديقات، من بطولة نجمة الكوميديا بديعة الصنهاجي والممثلة المغربية مها البخاري وماريا نديم وسكينة درابيل. خلي بالك من فيفي برنامج مقالب كوميدي يستضيف عددا من الفنانين المغاربة والعرب، من تقديم فيفي عبدو وزينب عبيد. خالد وأحباب الشاب خالد في برنامج ترفيه متنوع. جلست مع نجاة برنامج فني اجتماع من تقديم المغنية المغربية نجاة عتابو. سترايك مع حمزة الفلالي تقديم الممثل الكوميدي المغربي حمزة الفلالي. ساعة سعيدة برنامج يومي توك شو تقديم الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي. مسرح المغرب ينطلق من الدار البيضاء بعروض أسبوعية مباشرة تتواصل تباعا لغاية رمضان. كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن أسماء بعض الممثلين المغاربة الذين سيشاركونها في أولى تجاربها في ميدان التمثيل عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام. ستشارك بطمة أولى أعمالها مع الفنان الشاب أسامة البسطاوي والممثلة كليلة بن عيلات والفنانة نعيمة إلياس. السيناريو من كتابة الممثلة كليلة بن عيلات، أما الإخراج فهو للمخرج هشام الجباري، والإنتاج تابع لشركة ميد برود التي تنتج برنامج ماستر شاف. وأعلنت إدارة إنبيسي عن خبر حصول الفنانة دنيا بطمة على بطولة أحد المسلسلات المغربية الذي سيعرض حصريا على قناة إنبيسي 5 المغرب العربي. مسلسل بطولة دنيا بطمة اسمه قلب مساك، ان شاء الله برضو يا نور يعجبكم. MBC 5 قوتنا واحدة. 21 شتنبر.
بي سي 5 قوتنا وحده 21 شتنبر. بي سي 5 قوتنا واحده 21 شتنبر. ام بي سي 5 قوتنا واحده. ام بي سي 5 قوتنا وحده 21 شتنبر. ام بي سي 5 قوتنا وحده تسناونا 21 شتنبر. ام بي سي 5 قوتنا وحده 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 21 شتنبر.